السلام عليكم. الله وياك. افتح افتح يا سمسم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مدينة بازل، منطلقين إلى مدينة بيرن ثم إلى مدينة تون أخي، وأخيرا إلى مدينة إنترلاكن في وسط سويسرا. اليوم الجمعة 24/6/2022. أنا اليوم في رحلة إلى سويسرا. حبينا نصور ربوع سويسرا انطلاقا من مدينة بازل. طبعا نهار كامل اليوم 24 لغاية 25 صالحة تذكرة، القيمة 41 فرنك، يعني ما يعادل 41 يورو إلا شوي. هاي مدينة بازل، مدينة بيرن. طبعا بيرن هي العاصمة، عاصمة الاتحادية لسويسرا، لأنه سويسرا هي عبارة عن حكم فيدرالي، ثلاث كنتونات، كنتون إيطالي، كنتون فرنسي، كنتون ألماني. طبعا ألماني عاصم الإقليم، الكنتون الألماني عاصمته بيرن. بتجي زيورخ، مدينة الأعمال، المال والأعمال، وبعدين مدينة بازل. الكنتون الفرنسي بتجي جنيف، لوزان، مونترو. بعدين الإقليم الإيطالي أو الكنتون الذي يتكلم اللغة الإيطالية في جنوب سويسرا، محادي للحدود الإيطالية. طبعا المدن ما زرتها ولا مرة، المدن اللي بالإقليم الإيطالي. طبعا زرت الإقليم الفرنسي والإقليم الألماني. مناظر خلابة في رحلة جميلة بالقطار. سويسرا تعتبر من أجمل البلدان. أنا بدي أودعكم أصدقائي متابعين قناة جاسم تشرح في أوروبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.